بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه صوم السيده العذراء مريم، هذا الصوم الذي ننتظره من عام الى عام بتكون فرصه كويسه للكنيسه كلها انها تجتمع معا تسبح وترتل وتمجد وتصوم وتلتقي في نهضات روحية في كل الكرازة المرقسية بمناسبة هذا الصوم المبارك. بشكر سيدنا الأنبا مقار والآباء الكهنة لهذه الدعوة التي أقدرها كثيرا، لأني أحب هذه الكنيسة وأحب أبائها وأيضا أحب شعبها، هذا الشعب المبارك المقدس الذي يعيش في هدوء ولا نسمع عنه أي مشاكل إطلاقا. الحقيقة أنا مش عارف مين اللي نقى موضوع النهضة السنة دي، بس أنا هو عنوان كبير شوية وأنا هختصره في كلمتين في كلمة واحدة بعد كده، وكلكم عارفين العنوان: صوم اللسان خير من صوم الفم وصوم القلب خير من الاثنين. ده قول لقديس ماري اسحاق السورياني، وماري اسحاق له أقوال كثيرة جداً عن السيدة العذراء وعن الصوم وعن الوحدة وعن النسك وعن الزهد وعن التواضع، حاجات كتيرة قوي ماري اسحاق اتكلم فيها، وما زلنا إلى هذا اليوم نتتلمذ على كتاباته. فالموضوع عبارة عن الصوم، والصوم ده لازم لكل واحد مننا. كل الناس بتصوم من كل دين في كل الأرض، الناس بتصوم. فكرة الصوم كانت رسخة كعقيدة قبل ما الأمم والشعوب تتفرق، ترجع فكرة الصوم إلى أيام آدم وحواء. وأنا مش هخش في الصوم من الناحية العقيدية، ولكن هنتكلم عنه من الناحية الروحية اللي هو ماري اسحاق بيتكلم عنها. عايزين نبحث ايه هو الفهم الروحي، السلوك الروحي لينا في الصوم. كل اللي يهمنا ازاي نعيش هذا الصوم ونرتقي من صوم اللسان وصوم الفم إلى صوم القلب. أول ثلاثة شفناهم وهنحتفل بعيد وجودهم على جبل التجلي مع السيد المسيح بعد بكرة، أعتقد يوم 19، يعني النهاردة، يعني بعد كام يوم. الثلاثة دول أتقنوا الصوم، كل واحد منهم صام 40 يوم و40 ليلة. السيد المسيح له المجد، موسى وإيليا. المعنى اللي أنا عايز أوصله لما نبص على هذا الصوم، الصوامين الثلاثة دول وإزاي ظهروا في هذا المنظر البهي، لأن الصوم بيقهر الجسد وتتجلى الروح. السيد المسيح اختار معاه 2 صوامين عشان يورينا ان الطبيعة التي ستتجلى في الأبدية هي التي قهرت الجسد بالصوم. الصوم هو أقدم وصية البشرية كلها عرفتها. السيد المسيح صام
وفي معنى الصوم أن أمتنع عن الأكل من أصناف معينة. آدم وحواء خدوا وصية إن هم يمتنعوا عن أكل شجرة معينة. ممكن تأكل من كل الأشجار إلا دي. يبقى ربنا حط حدود للجسد ما يتعدهاش. ليس للإنسان مطلق الحرية ياخد اللي هو عايزه وكل اللي هو يتمناه، لكن واجب عليه ان هو يضبط ارادته ويمتنع عن اكل معين. وعشان كده كان على اي واحد مننا ان هو يضبط جسده. في سفر التكوين بيقول الشجرة كانت جيدة للأكل، بهجة للعيون، شهية للنظر، وقال لهم محدش ياكل منها. لما بمتنع عن الأكل بيرتفع الإنسان فوق مستوى الجسد، يرتفع فوق مستوى المادة، ودي حكمة الصوم. لو نجح أي واحد مننا وانتصر على رغبة الجسد في الأكل، وانتصر على حواس الجسد اللي شافت الشجرة شهية للنظر وما أكلش منها، لو نجح في هذه التجربة بيكون ده برهان إن هو غلب شهوة الجسد. وهنا لما يغلب شهوة الجسد يستحق أن يأكل من شجرة الحياة. ولكن الحقيقة أن آدم وحواء انهزم أمام الجسد، وظل الإنسان يقع في خطايا عديدة من خطايا الجسد واحدة ورا التانية، إلى أن جاء السيد المسيح ليرد الإنسان إلى رتبته الأولى. بدأ السيد المسيح تجاربه بالانتصار في النقطة اللي سقط فيها الإنسان، اللي هي الانتصار على الأكل حتى المحلل منه. فبدأ السيد المسيح خدمته بإيه؟ بالصوم. وعمل، وكلكم عارفين في التجربة على الجبل، رفض إغراء الشيطان وبالأكل لحياة الجسد. لأن السيد المسيح بيقول ليس الإنسان مجرد جسد وإنما فيه عنصر آخر وهو الروح، وطعام الروح هي كل كلمة تخرج من فم الله. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. الحقيقة دي مش قاعدة روحية جديدة لأنها في العهد الجديد، ولكنها وصية قديمة أعطيت للإنسان في أول شريعة مكتوبة، ودي نلاقيها في سفر التثنية إصحاح 8. داود النبي صام وقال أزللت نفسي بالصوم، أبكيت بالصوم نفسي، ركبتاي ارتعشتا من الصوم. ولما حصل إن ابنه كان مريض اضطجع على الأرض وصام. نلاقي إن دانيال النبي صام، حزقيال النبي صام، نحميا صام، وكذلك عزرا الكاتب والكاهن صام، هو والشعب كله. وقيل عن حنة النبية أنها كانت لا تفارق الهيكل، عابدة بأصوام وطلبات. في العهد الجديد أيضا نلاقي الرسل صاموا كما صام السيد المسيح. وما قاله الرب للرسل عن الصوم وعلاقته الواضحة بإخراج الشياطين، لما قال لهم في متى 17 هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. الصوم يرعب الشياطين،
ولم يكن الصوم قاصرا على الرسل فقط بل أيضا على كل الشعب. ندخل في عبادة جماعية، طبعا في أصوام خاصة احنا مش هنتكلم عليها. العبادة الجماعية والصوم تجتمع كل الكنيسة وكل الشعب في تذلل أمام الله، يصلوا معا بروح واحدة بنفس واحدة ويقدموا هذا الكلام اللي بيقدموه ذبيحة لله. في أصوام جماعية ذكرها الكتاب المقدس وخاصة بالشعب، لما كان في ضيقة أكبر مثل كلنا نعرفه واضح لما وقعت الضيقة في أيام أستير، كل الشعب صام حتى يصنع الرب رحمة معهم، صاموا بالمسوح والرماد والبكاء، أيضا صام الشعب بنداء عذرا الكاهن على نهر أهوى وتزلل أمام الله، واجتمعوا كلهم بالصوم مع نحمية وكانوا لابسين مسوح. صام الشعب أيام يهوشافاط، وأيضا في إرميا النبي كلمنا عن صوم الشعب في أيام يهوياقيم ابن يوشيا، وصوم آخر جماعي في أيام يؤيد النبي، وكانوا زمان بيصوموا في العهد القديم صوم الشهر الرابع والخامس وصوم الشهر السابع والعاشر. وحقيقة الصوم زي ما قلت في الأول معروف في كل ديانة، والأمم اللي هم مش يهود ولا مسيحيين أيضا صاموا، وأبرز مثال على كده صوم أهل نينوى، وإزاي ربنا قبل صومهم وإزاي غفر لهم خطاياهم. صوم كرينيليوس قائد المئة وإزاي الله قبل الصوم بتاعه وأرسل إليه بطرس الذي وعظه وعمده. أيضا داريوس الملك صام أثناء تجربة دانيال، فبيقول في سفر دانيال بات صائما ولم يؤتى قدامه بسراريه. الملك صام لأنه هو كان مش مبسوط من اللي بيحصل. فالصوم معروف في كل ديانة وكل عبادة، حتى العبادات الوثنية والبدائية صاموا، وده دليل ان هذا الصوم معروف منذ القدم قبل ان يفترق الناس. طبعا ان عرفنا فوائد الصوم نجد انه هبة من الله، فالصوم ليس مجرد وصية انما هو هبة إلهية، هو هبة ونعمة وبركة. الله خلقنا من جسد وروح وعارف ان احنا محتاجين للصوم. الصوم ده اساسي لحياتنا الروحية، اساسي لنمونا الروحي، اساسي ان احنا نصوم ونمارس الصوم، وهكذا اوصانا الله بالصوم. اللي انا عايز اقوله لكم ان الصوم يكون مصحوب بفضائل. يعني في ناس بتصوم ولا يستفيدوا من الصوم لانهم اسف اقول صاموا بطريقة غلط. العيب مش في الصوم، لكن العيب ازاي انا صمت، الطريقة اللي صمت بيها. صاموا بطريقة جزدانية، مهتموش بالفضائل المصاحبة للصوم، واصبح الصوم غاية في ذاتها، بينما الغاية هي ان نعطي فرصة للروح ان تنمو. الصوم
هو فترة روحانيات وروحيات مركزة، فترة حب مع ربنا، فترة التصاق بيه، وبسبب هذا الحب يرتفع أي إنسان صايم من مستوى الجسد والجسدانيات، يرتفع فوق الأرضيات ليتذوق الإنسان السمائيات. بشعر إن أنا موجود في حضرة الله، بشعر إن أنا في فترة جهاد روحي، جهاد مع النفس وجهاد ضد الشيطان. وطول عمرنا بنسمع إن أيام الصوم هي أيام للطاقة الروحية، أيام للتخزين. الصوم اللي احنا بنصومه يسندنا لما نخش في أيام الفطار، يكون عندنا شبع، عندنا قدرة نكمل ونستمد حياتنا الروحية حتى في الأيام اللي ما فيهاش مطنيات ولا صوم زي الخمسين المقدسة. الإنسان الروحي لما يجي صوم يكون صومه روحاني في الهدف والدافع، يعني ما يكونش صايم عشان يكسب مديح الناس، يقولوا عليه ده إنسان صوام أو دي واحدة بتصوم للنجمة، أو يكون بسبب عادة أو حاجة تعود عليها وما بيديش الفرصة للروح إنها تنمو. تكون فترة الصوم فترة للتوبة ونقاوة القلب. الصايم يحرص على حياة مقدسة، يروح فيها يعترف، يبكت نفسه عن خطاياه، يتقدم للتناول من الأسرار المقدسة. وأيضا الصوم بتكون فترة للغذاء الروحي، حط برنامج روحي قوي، أقعد مع أب اعترافي وأبتدي أحول أموري اللي موجودة وأركز على حياتي الروحية في الصوم. مش مهم أحط قدامي نوعية الطعام، دخلت لقيتهم عاملين أكل أنا ما بحبوش أتنرفز واتخانق، النهاردة أنا ما فيش حاجة كويسة ولا حلوة أقول لهم أنا مش هاكل. فين نوعية الطعام والنسك بتاعك فيه؟ فتقدس أيام الصوم. الصوم هيوصلك إلى قوة الروح، وقوة الروح هتساعدك إنك أنت تصوم. الاتنين مرتبطين ببعض. تلاقوا قديسين كانوا يصوموا يومين، وفي ناس كانت وصلت لواحد وعشرين يوم. في الصوم تكتسب الفضائل، وكل الفضائل مرتبطة ببعض. الإنسان اللي بيصوم أكله بيكون خفيف، يكون نومه قليل، يصحى بدري ويقدر ينام متأخر، بتساعده على الصلاة، يكون عنده وقت إنه يقرأ يتأمل، ويكون الصوم مصدر قوي لحياته الروحية. الصوم تلاقيه مرتبط بالمطنيات. ليه؟ لأن اللي بيعمل مطنيات مش هيعمل وهو واكل، يكون صايم يعمل مطنيات. المطنيات اللي هي السجود بتساعد على الانسحاق، تساعد على التواضع، وانسحاق الجسد بالصوم يوصل إلى انسحاق الروح. الصوم أيضا تصحبه التوبة. أيام الصوم مقدسة، وكل واحد مننا بيحاول يحيا هذه الأيام في قداسة. تصوم الروح عن الطعام، يعني الجسد بتصوم عن الطعام آسف، وتصوم الروح عن الشهوات الأرضية. تصوم الروح عن
الرغبات العالمية والملاذ الخاصة بالجسد، وبكده بتقترب النفس إلى التوبة. هل إحنا كده بدون التوبة؟ هقول تاني، بدون التوبة الله يرفض الصوم ولا يقبله. لازم نصوم، وفي حياتنا واحنا صايمين نقدم توبة، والتوبة من مظاهرها تطبق سر التوبة، وتروح تعترف وتعمل وتبقى راجل عايش حياة مقدسة. إنها فترة انتصار. الصوم أيضا مصحوب بالصلاة والعبادة. لو أنت صمت ما كنتش بتصلي هيبقى ده عمل جسداني، فقد الطابع الروحي. الصوم ليس معناه فقط أن أمتنع عن طعام الجسد، دي الناحية السلبية. طب الناحية الإيجابية إيه؟ أغذي الروح، أطعم الروح. يعني في ناس بتصوم وما تعملش أي عمل روحي، لا تعمل صلاة ولا تأمل ولا قراءات روحية ولا يقولوا ألحان ولا يقولوا تراتيل ولا في مطنيات، ويحس إن الصوم ده يا طويل، يخلص إمتى؟ إيه الفرق بيننا وبين أصوام الناس البوذيين والهندوس؟ إحنا لينا شركة الروح القدس في الصوم. الصوم فرصة إنك تصلي. صلاة واحدة تصليها في صومك أعمق من 100 صلاة بتصليها وإنت مش صايم. الكنيسة دايما تعلمنا وتؤكد علينا ارتباط الصلاة بالصوم، وفي قسمة الصوم الكبير بتسمعه بالصلاة والصوم. هذا الجنس لا يخرج إلا بالصلاة والصوم. في أصوام مشهورة في الكتاب المقدس مرتبطة بالصلاة، زي صوم نحمية لما قال: أيها الرب إله السماء، لتكن أذنك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا. جلس وبكى وناح أياما وصام وصلى. الصوم أيضا مصحوب بالتذلل والبكاء، فترة تنسحق فيها الروح، فترة نسكب فيها الدموع، فترة نتضع ونحس بانكسار القلب، فتعرف ذاتك الضعف بتاعها، وتعرف ان احنا تراب ورماد، ونلجأ الى الله لنستمد منه القوة. في الصوم بننسحق ونتضع وتنحني نفوسنا امام الله معترفين بخطايانا. وفي أمثلة كتيرة في الكتاب المقدس عن التذلل في الصوم، منهم الصوم اللي أمر به يوئيل النبي. الصوم ومعاه التوبة، يعني أنا بصوم ورجعت لربنا، يبقى معايا صلاة، تذلل، بكاء، نوح، بعد عن الجسدانيات، وأيضا يرتبط الصوم بالاعتكاف، لأن الصوم ليس هو مجرد الامتناع عن الطعام. الصوم مرتبط بالاعتكاف والصمت. في سفر يوئيل تكررت مرتين، في يوئيل 1 ويوئيل 2 بيقول: قدسوا صوما نادوا باعتكاف. ننادي باعتكاف ليه؟ عشان نلاقي وقت للعمل الروحي. الإنسان المعتكف اللي قاعد لوحده
مش هيكلم نفسه، بيصمت، مش هيلاقي حد يكلمه، فيكلم مين؟ ربنا فوق. قاعد لوحده رافع ايديه وبيصلي. مفيش واحد هيعتكف وهو تايب يعتكف مع الخطية، أو يعتكف مع طياشة الفكر، أو يعتكف عشان الناس تقول عليه ده راجل صايم. هو بيصلي لأبيها الذي في الخفاء، صايم في نسك في جوع، يكون حالة من الضعف ما تساعدوش على إن هو يبذل جهد. الاعتكاف بالنسبة له بيكون شيء مناسب، روحه من جوه في الاعتكاف مشغولة بعملها مع الله. وعشان كده السيد المسيح له المجد لما صام كان معتكفا على الجبل، كانش في أماكن يقعد فيها، كان في خلوة تفرغ للتأمل. وهكذا كانت أصوام أبائنا في البرية، كلها اعتكاف، كلها بعد عن الخطية. ويتخلص في الصوم والاعتكاف من حتة مهمة، الوقت الضايع. ايه الوقت الضايع بقى؟ اللي مش هيبقى معتكف ماسك التليفون عمال يقلب في الفيسبوك والفيس تايم، وعمال يكلم دي ويكلم ده، عمال يبص على الواتساب ايه الرسائل اللي جات له، فتلاقي الحياه كلها اصبحت في الحديده اللي معاه. انت داخل تعتكف واخد الحديده دي تشغلك باللي بره، طب ما ده وقت ضايع. الوقت الضايع اللي انت بتضيعه في هذا الكلام اديه لربنا وغذي روحك وغذي روحك. ومن هنا الراجل المعتكف او الست اللي هتبقى معتكفه هتقول لنا بس انا راجل بشتغل. اشتغل، خلص شغلك، ارجع الى بيتك وخصص وقت معين تقعد مع نفسك. وانت بتشتغلي في البيت خليكي مركزة في الوقت معين مع ربنا عشان تقدسوا انفسكم بهذه الفترة اللي احنا عايشين فيها. وهنا بقى هخش معاكم على صوم اللسان والفكر والقلب. انا كل ده عايز اوصل بيكم ايه هو اللي قاله ماري اسحاق. صوم اللسان خير من صوم الفم، وصوم القلب خير من الاثنين. القلب هيصوم ازاي؟ حد يعرف؟ بيصوم عن الشهوات. واخدين بالكم ازاي؟ صوم القلب عن الشهوات. صوم اللسان عمال يتكلم يطلع كلام زيادة، كل ما يتكلم بقه بيتكلم النتيجة إدانة أو خطية، أو يتكلم في موضوعات غير بناءة، أو يبص على حاجات مش مظبوطة. كتير من الناس اللي بتصوم يهتموا بصوم الفم عن الطعام. يا عم أنا مش هاكل حاجة، انا نادر الصوم مش هاكل سمك وهصوم بميه وملح. ربنا وبخ هؤلاء الناس، ليس ما يدخل الفم ينجس الانسان، بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الانسان. مش الاكل اللي هتاكله وانت صايم هو اللي هينجسك، انت هتقول ايه من بقك ولسانك هيطلع. عشان كده في صوم للفكر. الفكر ده هو اللي بيخلي اللسان والبق ينطق. عشان كده الكلام لما بيطلع مش مظبوط، آسف أقول، كلام الإنسان الخاطي بيكون فيه نجاسة تشد لتحت، وكلام الإنسان المقدس الفكر يرفع الإنسان لفوق ويبني. عشان كده القديس يعقوب بيقول عن اللسان أنه يدنس الجسد كله.
اللسان زي ما انت ممكن تبارك بيه الله بعدت عن ربنا ممكن يوقعك في مشاكل كتير. فهل لسانك صائم معصوم الجسد ولا باكل اكل صيامي ولساني ده شغال بمزاجه؟ هل قلبك من الداخل صايم عن الشهوات ولا انا قلبي عمال صايم ومخه شغال في الحاجات اللي مش كويسة؟ من فيض القلب يتكلم الفم. لو قلبي من جوه كويس يبقى فكر كويس، لساني هيتكلم كويس وبقي يتكلم كويس. اما ما يخرج من القلب من اما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر. اللي بيطلع من بقك ده طالع من قلبك. الرجل الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والرجل الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. دي متى 12. قلبك صايم، صايم عن ايه؟ عن الاكل؟ لا، صايم عن الخطية. قلبك صايم، صايم عن الاكل؟ لا، ده صايم عن الشهوات. فكده هيكون لسانك صايم، فمك طاهر، لانه مش هيطلع كلام بطال. فالصوم اللسان وصوم الفم انه ما يطلعش كلام مش كويس، كلام بطال. والذي يصوم قلبه يمكنه ايضا ان يصوم جسده. الصوم بالقلب يخلي الجسد يصوم. لو الصوم بقى مش بالقلب، الجسد هم بياكل اي حاجة وبيعمل اي حاجة. واخدين بالكم ازاي؟ يبقى اهم حاجة هو صوم القلب وصوم الفكر عن كل رغبة خاطئة. صوم الجسد ده اقل شيء في الصوم. احنا نشكر ربنا الكنيسة بتاعتنا زي ما عقيدتها قوية والطقوس بتاعتها ثابتة، ايضا روحانيتها قوية. كل واحد يحرص في حياته انه يظبط لسانه، يظبط الكلام اللي طالع من بقه. زي ما بتمنع بقك ان هو ياكل طعام ما ينفعش في الصيام، امنع بقك ما يتكلمش كلام رديء. سيطر على الافكار اللي في مخك، اضبط نفسك. وده كله مش هيجي الا اذا كان قلبك رافض كل هذا الكلام، فيقدس فكرك ويقدس فمك ويقدس لسانك. مفهوم اللي انا قلته ده؟ الصوم يصحبه ضبط النفس. ضبط النفس ده كل رغبة خاطئة، سواء الحاجات الخاطئة جاتني من بره مفروضة عليا، او جت في فكري من جوه من حروب الشياطين. فالذي يملك روحه خير من ما يملك مدينة. انت تحكم نفسك احسن ما تحكم مدينة. خلي زمام الإرادة بتاعتك في إيدك، ما تمشيش على حسب ما توديك الدنيا. صوم الجسد، الجسد عايز يأكل نفسه، تقول له لا ما تأكلش، دي إرادة بتخش في الفكر، عايز رغبة مش كويسة، عايز يعمل تصرف مش مظبوط. فاللي هينجح في تملك إرادة الطعام، يرفض أكل الطعام، ينجح ما يعملش إيه؟ الشهوة التانية اللي عايز ينفذها اللي هي الغلط. اللي يعرف يضبط نفسه في الصوم بتاع الجسد هيضبط نفسه في الأفكار، هيضبط نفسه في الشهوات وفي التصرفات. واخدين بالكم؟ في واحد من الآباء
اتحارب. فأثناء الصوم عايز يأكل بطة حرب، فقال للراجل الطباخ بتاعه اعمل لي بطة. الطباخ بص له يعني انت مش واخد بالك ان احنا في صيام؟ قال له بقول لك اعمل لي بطة. جاب له البطة حطها على الشباك، وكل شوية بص على ايه؟ بطة، لحد ما البطة آسف دودت ونتنت وعفنت، حطها قدامه قال لها كلي يا نفسي مما تشتهين. بيدرب نفسه بنفسه عشان ما يقعش في الخطية الأكبر. لو أكل البطة هو مش حرام لو أكلها، خلاص حل صيامه ووقع في خطية الشهوة الأكل، لكن بعد كده هيقع فين؟ شهوات أخرى. فليعرف يضبط نفسه في الحتة الصغيرة دي هيخش بعد كده على ايه الدرجة الأعلى. اللي يعرف يضبط شهواته ده دليل على انه زاهد وبيحب ربنا. وانت صايم ارفع يدك لربنا واطلب منه انه يطلق جسدك وروحك من الروابط، وتطلب منه انه يخليك تنفك من ربطات الجسد ومن شهوات الاكل، وتقول له اي شهوات جسدانية يا رب نجيني منها. طبعا في الصوم حسب تعليم الكنيسة والتعليم اللي موجود في كورنثوس الأولى لمعلمنا بولس الرسول، يكون من قهر الجسد البعد عن العلاقات الزوجية، ولكن يكون ذلك باتفاق لئلا تجربوا، باتفاق بين الاثنين. يقول النبي في الصوم بيقول يخرج العريس من خدره والعروس من حجلتها. داريوس الملك لما رمى دانيال في الجب فضل صايم وما جابلوش السراري بتوعه قدامه. دانيال النبي لما صام رفض مجرد زينة الجسد، وبيقول ولم أدهن، ما حطش الأطياب، وبيتكلم عن شهوة الطعام يقول ولم آكل شيئا شهيا. الحقيقة قهر الجسد ليس هو الهدف. ممكن واحد يقول لي انت عملت تقول لنا اقهر الجسد انت هو الهدف ده؟ لا، هو وسيلة للروح. الجسد لازم يتظبط، لما هتظبط الجسد الروح ما تنحرفش. فبولس الرسول بيقول اقمع جسدي واستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. كون الجسد مقهور الروح تمسك الدفة بتاعت الموضوع، الروح هي اللي هتدير الدنيا والجسد ما يقاومهاش. لما يكون الجسد قوي الروح تضعف وهو اللي يدير الدنيا. واخدين بالكم؟ اضبط جسدك، ابعد نفسك وابعدي نفسك عن كل المتع والشهوات بحكمة. ليس كافيا لنا أن نصوم بل أن ننتصر على شهوة الأكل. انتصرنا على شهوة الأكل هتدخلني في فضيلة أعلى وهي فضيلة الزهد. زي ما قلت ممكن أمتنع عن الأكل من شوية لكن بشتهي الأكل. السمو ليس إني أمتنع عن الأكل ولكني أكون زاهدا فيه. الارتفاع عن مستوى الأكل يوصلك للزهد ويوصلك للنسك ويوصلك لفضيلة أعلى هي التجرد، لكن إن ما قدرتش أوصل للزهد والتجرد على الأقل أترك شيئا في
في حياتي من أجل الله. إيه اللي طلبوه من آدم وحواء؟ قال له ما تاكلش من الثمرة دي، كل من كله، ترك نوع معين من الطعام. ده تدريب. أنا قدامي مأكولات كتيرة في الصيام، أكل نوع واحد. واخدين بالكم إزاي؟ ما أكلش أنواع كتيرة. وهنا هقول لكم على شيء شفته في نسك واحد من الآباء البطاركة، وهو البابا شنودة الثالث. وكنا في الفطار، ما كناش فين؟ في الصيام. وقال ان هو جاي احد الأديورة، مش هتكلم في دير مرمينة، الدير بتاعي. فالبابا جاي وهيبيت في الدير، طبعا هيعشوه ايه؟ فقالوا البابا بياكل حتة جبنة، واحنا كنا في الفطار. فعملوا ايه؟ جابوا جبنة وحطوها على الترابيزة، على ان البابا هو داخل قليته يعني يريح شوية ويطلع ايه ياكل. البابا هو داخل لمح الترابيزة، فدخل على القلاية وإيه؟ وقفل. يخبط عليه الله يرحمه عم وديع إنه يفتح، البابا ما يردش. الآخر قالوا نجيب مين؟ السكرتير كان العبد لله. خبط على مين؟ سيدنا. فبخبط على سيدنا مين؟ فلان. فتح. فبقول له قرستك العشاء مش تاكل لقمة؟ وانا عارف انه ما كناش من الصبح، فاحنا الراجل العباد من غير اكل منطقيا اخبط، وانا ما اعرفش ايه اللي في دماغه. فخرج قال لي فين ابونا اللي جهز الترابيزه؟ ما كانتش سفره يعني، ترابيزه صغيره زي كده. وقف كده واحد اتنين تلاته، فضل يعد لحد رقم 17 نوع جبنه، أنواع مختلفة من الجبنة. قال له إيه ده يا أبونا؟ 17 نوع جبنة؟ تصبح على خير. وراح داخل قلاية. وكان درسا لنا جميعا في الزهد والنسك، درس للرهبنة، درس إن أنا ما أحطش أكتر من صنف من أكتر من حاجة. وتفرجوا اللي بيعمل كده في الفطار هيعمل كده ازاي في الصيام، وانتوا تفهموا اللي انا عايز اقوله. عشان كده ربنا مش محتاجنا في حاجة، لكن عايز يخلينا عندنا عمق روحي، عمق روحي. والعمق الروحي ده لما انا بضحي برغبة انا بحبها في الاكل، استطيع أن أقدم أعمالا أخرى. تستطيع أن تقدم في الصوم الصدقة، والصدقة مصحوبة مع الصوم. اللي يحس بالجوع يحس بالناس الجعانين. وعشان كده إحنا بنقول في الصوم الكبير طوبى للرحمة على المساكين، طوبى للرحماء فإنهم يرحمون. الكنيسة تهتم بالصدقة وتحط لها ترتيلة في الصوم الكبير طوبى للرحم على المساكين. اهتمام ربنا بالصدقة نلاقيه في نبوة أشعياء لما بيقول أليس هذا صوما أختاره، حل قيود الشر، إطلاق المسحوقين أحرارا، أليس أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكين التائهين إلى بيتك، إذا رأيت عريانا أن تكسوه وأن لا تتغاضى عن لحمك، في إشعياء 58. إن ما لقيتش حاجة تقدمها لحد فبيقول لك صوم وقدم الطعام اللي عندك للناس، أي إنك أنت تصوم وتوفر طعام لناس محتاجاه. صوم وقدم للمساكين. وفي ناس كتير اعتادت في أيام الصيام في الكنائس انها تعمل موائد يسموها اغابي للفقراء والمساكين، وكان من هؤلاء واولهم اللي علمنا هذا الموضوع في الجيل اللي احنا بنسمع عنه انبا ابراهام الكبير في الفيوم. وعشان ما يحرجش الفقراء كان يقعد ياكل معاهم،
ياكلوا الشعب كلهم مع بعض، مش هنعمل اكل للناس اللي فوق وناس الفقراء لوحديهم، كله مع بعض في شركة واحدة. وأقسم مدارس الأحد إلى الناس اللي فوق والناس الغلابة. الصوم زي ما قلت تصحبه مطنيات، مطنية يعني سجود متوالي، بيكون مصحوب بصلوات قصيرة، يكون المطنيات اللي بتتعمل وبطني فاضية، حتى لو احنا في أيام الأسبوع العادية مش الخمسين، السبت والأحد ما فيهاش، علشان أقدم لربنا في الصباح المبكر أو في المساء متأخر أوي يكون واكل من بدري، أقدم له تذلل قدامه، أبكت نفسي على الخطايا. المطنيات مع الصيام مصحوبة بصلوات، مصحوبة بشكر، مصحوبة بتسبيح. طبعا ممكن قبل ما تعمل المطنيات أو تعمل المطنيات حاسب نفسك، انت عملت ايه النهاردة، ايه الاخطاء اللي انت عملتها، او تقرأ قراءة روحية تشعل القلب بتاعك. هخش معاكم، معرفش الوقت يسمح ولسه. طيب شوية تدريب كده، عايزين نتكلم عن ايه؟ تدريب. ما ينفعش تخش في صوم وما يكونش عندك تدريب روحي. طبعا دي بتختلف من شخص للتاني، مش كلنا زي بعض. تدريب في الصيام مثلا، احاول ادرب نفسي ان في اول الصيام هصوم ساعتين في اول النهار، مش اول ما اصحى من النوم هروح جاري على البزازة اللي انا بستخدمها، او اجري على زي ما قلت صابون عمل، بس انا مش عايز اعمل، او اجري على المطبخ اعمل فنجان قهوة، او اروح اقعد اكل، ااجل الحكاية شوية، ادرب نفسي، اخد منع تدريجي، وكل يوم ازود شوية، ما قدرتش كل يوم يبقى كل اسبوع. فترة انقطاع احددها بالتدريج، وده ممكن استخدمه في خلال الصوم الواحد. يجي مثلا الناس يقول لك يوم الرفاع، احنا بدنا في التدريب الرفاع، يحط كل المشتهيات على الترابيزة. طب فين ضبط النفس يوم الرفاع؟ يجي العيد يحط كل الأصناف في الأكل. طب فين ضبط النفس وانت لسه طالع من صيام وروحانيات عالية؟ البابا كيرولوس السادس كان بيعمل ايه يوم الرفاع؟ ياخد الأكل ويستأذن أهله ويوديه للناس الفقراء، يقول احنا عندنا أكل طول الوقت، بناكل طول السنة، بناكل طول عندنا خير، يروح مقدم الأكل اللي عنده في الرفاع للناس اللي محتاجينه، إن دول ما عندهمش كل السنة زي بعضيها، فما عندهمش لا لحوم ولا غيره. عشان كده تهتم الكنائس بتوزيع الحاجات في قبل الصيام، وبتهتم في العيد توزع الحاجة، لكن الناس اللي عندها القدرة إنها يكون عندها تدريب تاخد بيه فضيلة في الصوم لازم تعمله. في تدريب خاصة بالتوبة، عندي نقطة ضعف معينة، آسف عندي خطية محبوبة مش قادر أسيبها، أدرب نفسي كيف أتخلص من هذه الخطية، أدرب نفسي وأغصب نفسي على هذا الموضوع. واحد تاني أو واحدة تانية متعودين طول النهار دو 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 جميل، فلان عمل فلان عمل، عمال حكاية إدانة. هدرب نفسي بقى في الصوم ان انا مش هجيب سيرة حد، اللي هي الخطايا المشهورة بتاعة اللسان اللي بيتعود دايما كل واحد مننا يقع فيها من غير ما يحس. اخد خطية خطية وابتدي اخلص نفسي منها. يجي واحد تاني عصبي ونرفوز، اي حاجة تضايقه كرامته عالية طالع زي الصاروخ. غضب الانسان لا يصنع بر الله، وطبعا احط الآية دي قدامي، غضب الانسان لا يصنع بر الله، ارددها مع نفسي، احفظها جوا مخي عشان احارب الغضب اللي جوايا. وبكت نفسي انا استفدت ايه من الصوم،
إذا كنت أنا هغضب، ما هو اللسان شغال، ولا أصنع بر الله. ودي طبعا أحد خطايا اللسان اللي هقولها، برضو من خطايا اللسان كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين. أي كلمة لا تبني ربنا هتقدم عنها حساب في يوم الدين. ايه الفايدة لو انا صمت؟ مفيش ضبط نفس ولا ضبط لسان، ورحت قلت لاخويا يا احمق واتطبقت وتنطبق علي آية معلم الآلة المسيح في انجيل متى يكون مستحقا لنار جهنم، تعمل ايه؟ هل لما انا جعت واشتهيت الاكل بكت نفسي؟ هل وبخت نفسي عن اي خطيه بتفصلني عن محبه ربنا وما تخلينيش انمو؟ خد نقطه الضعف. انت كل واحد عارف نقطه الضعف على فكره، مفيش حد ما يعرفش، وخليها موضوع الصلاه، موضوع الجهاد اللي انت بتقدمه لربنا. انسكب قدام الله وقول له نجني يا رب من هذه الخطية، أنا ضعيف في النقطة دي، ولا يمكن هنتصر بدون نعمتك ومعونتك ليا. اوعى تفتكر انك انت قوي وتستطيع، ربنا هو اللي هيساعدك. ممكن تقعد مع نفسك تقرأ في الكتاب المقدس وتجمع الآيات اللي ضد هذه الخطية وتحطها قدامك وتحاول تحفظها، زي ما انا ما قلت لكم شوية عن الغضب، غضب الإنسان لا يصنع بر الله. خلي فترة الصوم فترة للصراع ليك مع الله عشان تاخد قوة من ربنا وتنتصر. درب نفسك باستمرار، واللي أنا قلته في السكة وانتم ما خدتوش بالكم منه، الاعتكاف والصمت ده تدريب. تدريب إني لما أخش في اعتكاف أقعد مع الكتاب المقدس، أقعد مع سير القديسين، أقعد مع الصلاة، أحط برنامج روحي. يا عم أنا هعتكف، وقعدت في أوضتي هوب داس على التلفزيون، التلفزيون ما عجبوش خش على النت، ما عجبوش ده ولا ده شغل فيلم على مزاجه، وهكذا. إما حطيتش برنامج روحي يكون الاعتكاف اللي انت هتقعد فيه وانت مش مظبط نفسك نقم عليك. ان ما قدرتش تعتكف طول الصوم درب نفسك على بعض ايام، اجازتي جمعة وسبت هاخد فيهم جزء من اليومين دول اعتكف فيهم. اللي مش يعرف يغلق ابوابه في خلال الصوم اقل حاجة يقفل بقه، ما يقولش كلام باطل. ما أسهل الكلام مع الناس ونقعد بعد ما نخلص الاجتماع والكنيسة نقعد نرغي، ما أسهل أن يعطل هذا الكلام حديثنا مع ربنا. الواحد بيحب واحد يقعد يتكلم معاه، لو بتحب ربنا هتتكلم معاه، لو ما بتحبوش أنت حر. والتدريب بتاع الخلوة والاعتكاف هيساعدك على الصمت، والصمت هيخلصك من أخطاء اللسان ويديلك فرصة للعمل الروحي من جوه. هضيف عليكم تدريب صعب شوية، مقاومة الوقت الضايع. كل واحد مننا عنده مشكلة، لكن مشكلة عندنا كلنا وقت ضايع. ايه الوقت الضايع؟ يعدي اليوم لا صليت ولا قريت ولا عملت فكر روحي. النتيجة ايه؟ فطور روحي، بعد شوية تبرد تقع فين؟ في الخطية. في خلال الصوم وبقينا حوالي 6 أيام على الفطار، درب نفسك على مقاومة الوقت الضايع. استفيد من الوقت، قلل كلامك مع الناس، قلل مقابلاتك،
قلل زياراتك، قلل المناقشات التي لا تفيدك ولا تبنيك، قلل البص في المجلات والجرايد والتلفزيون، وقت ضايع تسمع أغاني تسمع مش عارف ايه، قلل الوقت الترفيه اللي ممكن تستغنى عنه. وكل واحد عارف وقته بيروح فين، بس محتاج يقف ايه مع نفسه. كل ده هيساعدك الى صوم اللسان، تدريب بعدين. ما هو لما كتب مار اسحاق على صوم اللسان، صوم الفم، صوم القلب، درجات. مش اي واحد داخل يقول لك انا خلاص هعمل صوم اللسان، لا انا وصلت لصوم القلب، لا دي درجات. صمت على قدر الامكان، وان ما قدرتش، وان ما قدرتش عدم البدء باي حديث الا للضروره. حد سالك جاوب اجابه مختصره. شغل فكرك بعمل روحي، التلاتة مع بعض يساعدوك تخش في الصمت. تدريب آخر بتاع الانسحاق والتذلل، وده مهم جدا، انك تبعد عن مديح الناس. مديح الناس يخليك تفتخر، وافتخارك تخش انك تمدح نفسك. اذا قعدت تاكل، أول حاجة تقولها بينك وبين نفسك وعلموها لعيالكم، أنا لا أستحق هذا الطعام بسبب خطاياي يا رب، لأني عملت كذا وكذا وكذا. بينك وبين نفسك، أنا ربنا من نعمه علي أنه لسه بيأكلني، أنا لسه ما قدمتش لربنا المفروض أقدمه. أيام الصوم ما تضيعهاش فرصة للتوبة والاعتراف، فرصة لتبكيت الذات قدام ربنا. ادخل في تدريب الاتضاع. يعني هو انا عندي شوية حاجات كتير، بس هخش في حتة صغيرة كده. تدريب مهم جدا، ده يساعدك على ضبط اللسان والفم والقلب. خلي فترة الصوم تدريب للحفظ. احفظ آيات، احفظ مزامير، احفظ فصول كاملة من الكتاب المقدس، احفظ ألحان للي بيحبوا الألحان، مش قادر بيعرف ألحان يحفظ تراتيل، مش قادر ده ولا ده احفظ العظة على الجبل، هات الأجبية في الصلوات واحفظ القطع، احفظ أناجيل الأجبية، احفظ تحاليل الساعات. كل اللي تقدر تعمله احفظه. لقيت نفسك مش عارف احفظ حاجات على بعض، نقي ايات من الكتاب المقدس بتلمسك واقعد احفظها. بلاش، ابتدي احفظ ايات بالحروف الابجدية. خلي فترة الصوم فترة تقدر تحفظ فيها الفصول المشهورة في الكتاب المقدس، زي الإصحاح الخاص بالمحبة في كورنثوس الأولى. خد مجموعة آيات ذهبية في تسالونيك الأولى وأفسس وهكذا. وبعد ما تحفظ، خد الآيات اللي أنت حفظتها يترددها، يتكون فرصة للتأمل الروحي. وكل اللي تحفظه تردده باستمرار حتى لو أنت قاعد في وسط الناس. ناس تانية تحط برنامج هراجع الألحان أو هحفظ الألحان والتسابيح. كل ده يساعدك تخش في التدريب الأعلى، وهو تدريب الصلاة. تدريب الصلاة في الطريق وأنا ماشي ولا أنا سايق، تدريب الصلاة وأنا في وسط الناس، أصلي شفايف مقفولة مش بعمل كروم، مقفولة والقلب يلهج مع الله. تدريب الصلاة أثناء العمل، وانت بتطبخ يصلي، وانت بتشتغل بتصلي. تدريب التأمل في الصلوات، تدريب الاستمرار في الصلوات، في الصلاة، وبالذات الصلوات القصيرة. يا رب يسوع المسيح ارحمني على خاطري، يا رب يسوع المسيح سعيدني، رب، وهكذا. تدريب نقاوة الصلاة، روحانية الصلاة، تدريب الصلاة لأجل الصلاة. أنا مش عارف أصلي، هقف لربنا اقول له يا رب علمني اصلي،
اقول له ما فيش عطيه بتيجي الا من عندك، ساعدني يا رب، ساعدني عشان اكون في خلوه معك. ما عرفتش اعمل كده. سمعت عن واحد عنده مشكله، اصلي من اجله. واحد مريض، اصلي من اجله. واحد اساء اليك، اصلي من اجله. صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم. وانا بصلي بنفس كلام الانجيل، كل حاجه مربوطه بالثانيه. مهم، اخر حاجه اقولها لكم، درب نفسك ان تاتي للكنيسه باكرا، يعني ما تجيش متاخر. مش تيجي ابونا قال ما فيش تناول، مش هيحضر الانجيل، هشوف الانجيل الساعه 9:15 يتقري، انا كنت داخل 9:14 دقيقه. أو أخش 9:15 يا دوبك أبونا هيقولوا الإنجيل، وأنا حضرت الإنجيل. درب نفسك إنك تقرأ في كتب روحية ومطنيات، وكل العمل ده هيساعدك إنك أنت تقدر توصل وتستفيد بعمق في فترة الصوم، هذه الفترة اللي أنت تقدر فيها تبني نفسك وتبني حياتك الروحية وتبنوا بيوتكم وتبنوا أولادكم. الأم لما تقف تصلي في البيت الولد بيشوفها هيقلدها لو هو مش فاهم، ويا حبذا لو الأب والأم مع بعض يقفوا يصلوا، يمسكوا الاثنين أجبية ويقفوا في ركن من البيت. العيال في الأول هيبصوا لهم، بعد شوية هيقفوا زيهم، بعد شوية يتعلموا الصلاة، يتزرع في مخهم. واللي هتبنوه في عيالكم ربنا هيبنه لكم فوق في السماء. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعلها سنة مباركة، وإلهنا كل مجد دائما أبديا. آمين.